السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. رمضان ان شاء الله على الابواب. بغيت نقول لكم الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطولة العمر يا ربي، وباش ما تمنيتو ان شاء الله. ان شاء الله غادي نحضر هذا لاصوص طوماط. هذا لاصوص طوماط معتمده عندي وناجحه في 100%. كنديرها دائما، كتبقى عندي مده طويله في الثلاجه. فبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. كي كتشوفوا انا تقريبا هنايا خديت 10 كيلو ديال المطيشه، بطبيعه الحال غسلتها مزيان بالماء والخل، وخديت هاد المطيشه هادي غليظه شويه وحمراء ومهبره من الداخل باش كتجينا لاصوص زوينه. المهم انا غنوريكم طريقتي كيفاش كنصايبها. انا ما كان كاين اللي كيفورها كاين اللي كيسلقها، انا ما كنفورها ما كنسلقها، انا كنديرها في الفران باش تبقى محتفظه على داك لوغو ديالها وعلى داك الحموريه ديالها. انا غنوريكم دابا طريقتي كيفاش كندير ليها. غادي ناخذ واحد القطعه وغادي نشد مطيشه وغادي نقسمها هكا على اربعه، وغادي نتخلص من هاد الزريعه تماما. انا ماشي حتى غنطيبها غادي نحيد لها الزريعه، قبل ما غادي تطيب غادي نحيد لها الزريعه هكا تماما تبقى بحال هكذا، ونحطها في اللاطه. غنوريكم بحال هكذا كتبقى عندي غير هذيك الهبيره ديال المطيشه والجليده ديالها. انا كملت تقريبا نص ديال الكميه هنايا. ها هي عمرت جوج ديال الطاوات، الفرار انا سخنته مزيان. غادي ندخل هاد الطاوات هادو الفران، ما نخليوش حتى طيب بزاف، غير تصهد غير ترخى باش تجينا ساهله في الطحين. بطبيعه الحال غتطلق الماء ديالها، المهم نخليوها ما نخليوهاش حتى تشوط ليها الجلده او طيب مزيان، غير ترخى بحال هكا باش تجينا ساهله انا نطحنوها صافي. وغادي نحيدها، ما غادي نزيد لها حتى شي اضافات، الاضافات غادي نزيدهم من بعد ملي غتخرج من الفران. دابا غنخشي هاد الطاوات هادو وغنكمل الكميه الاخرى وغنوريكم من بعد شنو هما الاضافات اللي غنزيد ليها. المهم انتم البنات بعد ما خرجتها من الفران شفتوا كي كنحصل عليها، ماشي كطيب وانما غير كترخى. ها انتم شتي كي ولات مرخيه بحال هكذايا، ها انتم شفتوا وراه كطلق الماء ديالها. هاد الماء هذا غادي نحيدو، هاد الماء غادي نحيدو، انا غادي بها غير ترخى ليا بحال ما هكا تولي تجيني ساهله في انني نطحنها. دابا غادي نصفيها من هاد الماء هذا وغادي ندوز باش نطحنها. هانتوما البنات بعد ما كملتها كامله في الطحين وصفيتها حصلت عليها بحال ما هكذا، شتو كيفاش دايره. هانت درتها في الطنجره هذه حيت هي اللي لقيتها عندي كبيره، حيت كيف قلت لكم في الاول عندي 10 كيلو ديال المطيشه. دابا غادي نقول لكم الاضافات اللي غادي نزيد ليهم. غادي نزيد ليها حك كبير ديال مركز الطماطم، بالنسبه لل 10 كيلو كندير حك كبير بحال هكذا. غنزيد هذا الحك هذا كامل،
وغادي نزيد لها معلقه كبيره ديال الخضار، معلقه هكذا عامره حيت راه عندي الكميه ديال المطيشه كبيره. وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الملحه، وغادي نزيد زيت الزيتون تقريبا واحد الكاس ديال الزيت البلديه. صافي، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم. الكاميرا تحركت لي شويه. غادي نخلط هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم هكذا حتى ينسجم لي داك مركز الطماطم، يدوب لي مزيان مع ديك لاصوص. مزيان حتى ينسجموا مزيان ويدوب لي داك مركز الطماطم كامل، نحس بانه داب. صافي، ها هي بعد ما حسيت انني خلطتها مزيان ونسجموا لي العناصر، ها انتما شفتوا كيف كتجي، كتجي رائعه بالصراحه. انا المعتمده عندي هذه، كنديرها تقريبا ديما عندي انا هذه في المجمد، ملي كنحتاجها كنلقاها واجده، كنصايب بها لاصوص ديال البيتزا، كنطيب بها القطنيه، العدس، اللوبيا، مثلا بغيتي ديري لاصوص مطيشه مع البيض او تكسوكه، فكتجي رائعه. دابا شنو غندير لها؟ دابا غادي نفرغها في واحد الطويصات صغار اللي كيدخلوا للمجمد، ما نخزناش كميه كبيره، غنخزن غير القياس اللي انا كنبغي. بحال مثلا البيتزا كندير مثلا اي طويصات هكا صغار كنخزن فيهم، ملي كنبغي ندير لاصوص ديال لاصوص اللي كنطيب لاصوص مطيشه بالبيض كندير طويصات شويه كبار. المهم التخزين كيبقى على حسابكم نتوما فاش كتخزنوا الحاجه. انا بغيت نشارك معكم غير الفكره كيفاش كنصايب لاصوص طوماط اللي كتكون عندي واجده، كنجبدها من المجمد ونخدم بها. المهم البنات، هذه هي لاصوص طوماط، نتمنى انها تعجبكم وتجربوها، فعلا راه كتستحق التجربه، ما غتندموش على. دابا مطيشه غير خفيفه، مطيشه دابا راه غير 2 دراهم 3 دراهم، فهذه هي لقيت نستغلوا مطيشه ونصايبوا بها بحال هكا هاد لاصوص. انا مازال غنزيد كميه اخرى اكثر من هكا باش كنبقى مرتاحه من ناحيه لاصوص. نتوما عارفين رمضان تيكون الدرك ومعينك الهادي، معينك الهادي على الاقل تلقاي شي حويجات بحال هكا واجدين اللي غيسهلوا لك شويه الوقت. وبلا ما نطول عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.